صاحب المحل 40 سنه بالضبط. هو بالنسبه جميع الالوان الاحمر هو الطاغي عشان بالنسبه للشباب وحاجه زي كده، بس الفالنتين بتبقى الورد الاحمر هو اللي عليه الاقبال ضغط يعني. بس يمكن طول السنه الورد الطبيعي برضو الاحمر هو المطلوب. استعدتنا بقى قبلها بشهر كده، بنقعد نجمع بقى البضاعه من المزارع، جهاز اكسسوارات والقلوب الحمراء. السنه دي نازل حاجات جديده بقى، نازل ورد المستورد الاحمر، ونازل حاجه اسمها الليلي دياك، الزهره دياك نازله السنه دي، وحاجات جديده بتجددها كل سنه كده يعني. القلوب الحمراء بقى بحبك والحروف كده اللي بنحط عليها الحروف وكلمه بحبك وكده، بس لازم كلها احمر وبنكتب الحروف بالابيض. الورد الاصفر، رغم الورد الاصفر ده بيتعمل له يقولوا الغيره الغيره، بس هو رمز للصفاء، حاجه جميله جدا. الورد الاحمر طبعا الحب، الورد ده الابيض ده النقاء، والروز ده بقى حاجه للهدوء كده وتهدئه الاعصاب يعني. اسعار عاليه جدا، غاليه جدا جدا يعني، الله يكون في عون اللي بيحبوا كلهم والله العظيم. والله البوكيه المتوسط النهارده ما تعمل له 15 ورديه 150 جنيه. جامد جامد قوي، معمول له دعايه جامده قوي. عيد الحب السنه فالنتاين معمول له اقوى سنه، معمول له دعايه السنه دي وحفلات وحاجات زي، شايفين من ميديا عامله دعايه جامده جدا يعني ليه. وبقى بيبان لينا بقى من السؤالات اللي بيعدوا فالنتاين والورد الاحمر، بيبان بقى من السؤالات عندها.